للسيد خوان بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، ومعه اللاعب حسين المقهوي قبل المواجهة التي ستجمع منتخبنا أمام لبنان. نحن جاهزون ومستعدون للمباراة، وسنحاول إيقاف الخصم وفرض أسلوبنا، وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في التقدم إلى الأمام. أعتقد أن المنتخب اللبناني مستعد جيدا للمباراة، وشاهدنا مباراته السابقة وقد قدم أداء جيدا. من يطبق أسلوبه وطريقته في الملعب سيكسب النتيجة بلا شك، ونحن استعدينا جيدا وقرأنا الخصم بشكل كبير. أتوقع مباراة بكرة مباراة يمكن صعبة، بظل لبنان خسر مباراة الأولى قد المنتخب القطري. أتوقع إحنا يعني كنا جاهزين من بداية البطولة، من أول مباراة كنا نبغى نسوي شيء في البطولة هذه حقت آسيا. مباراة لبنان أتوقع من أخطر المباريات اللي بنلعبها بكرة. أتوقع لبنان ما حيكون خصم سهل، يعني كل ما علينا إن شاء الله نحترم المنتخب اللبناني، وبإذن الله إن شاء الله يكون الثلاث نقاط حليفنا بإذن الله. أتوقع المدرب يعني اختار يمكن الأنسب في المجموعة. احنا كنا منسجمين معاه من قبل كأس العالم، طريقة لعبه وطريقة الأداء اللي هو يحبها احنا جالسين نخدمه فيها. تناسق ما بين لاعبين باين في أرضية الملعب، ان شاء الله حيوصلنا لأبعد المراحل في البطولة بإذن الله. والله بطولة آسيا أتوقع فيهم بمفاجآت كثيرة، يعني شفنا تايلاند، شفنا الهند، فرق كانت تفوز على يعني استراليا، وكانت تفوز يمكن على البحرين. أتوقع فيهم مفاجآت. لبنان